بسم الله والحمد لله والله أكبر كبيرا سبحانه بكرة واصية. الآن إن شاء الله تعالى نقارب ببركة الله بعض ما جاء في آيات أتت في آخر سورة المائدة لا تابل بيان سيرفي دو لا بار دالله. يقول مولانا في آية 110 إذ قال، يذكر ربنا نبينا عليه السلام ويذكرنا نحن كذلك باش نعرفوا شنو اللي شنو حال سيدنا عيسى عليه السلام. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أنا خطابه وعيسى ابن مريم قاش ابني، ويزيكم من تصديق الهمال كنائس Dieu, le Fils, le Père, le Fils du Saint-Esprit, Trinité, et Tathlith, ma'annesh, ahna, ma'na, terbiya, rabbaniya, fiya, Tathlith, bel muharrama. Wa man qala bi fa wa kafirun, sara'atan kafir. Wa li hada yhabi manna ruhu, s'il veut vraiment chercher le salut, qu'il renonce à cette balivère-là, ce mensonge-là, et il se tient du côté du témoignage que Dieu est unique. Allah la sharika lahu. Il dit Mawlana, il dit Allah ya Isa ibn Maryam, اذكر نعمتي التي نعمتي عليك وعلى والدتك. سيدة مريم ولدت ولكن لم ينكحها احد. جاء ملك كريم وانكم سيدنا جبريل عليه السلام قال أنا مبعوث من يد الله باش تحمل بأمر الله، لو فيرب غراس أو فيرب ديفان، باش تحمل بنبي له بعض الخصائص ربما النار من نارات. نقارب هذه الآية وهذه تلقاوها في أول سورة مريم عليه السلام. يقول مولانا نعاود، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، ولا نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس، يعني أيد بمعيد سيدنا جبريل عليه السلام الأركونج جابرييل كل بيد الله سوى سلوي والسلام